مرحبا بكم في قناة الشباب الدائم. نرجو منكم الاشتراك في القناة بالضغط على زر الاشتراك مع الضغط على زر الجرس لكي يصلكم إشعار بكل جديد. كما نرجو منكم مشاركة الفيديو حتى يستفيد منه أكبر عدد ممكن من الناس، وكذلك نرجو منكم زيارة موقعنا على الإنترنت حيث تجدون تفاصيل أكثر عن الشباب الدائم. كل ما يجب أن تعرفه عن فيتامين سي والمناعة. فيتامين سي، كما قدمنا سابقاً، فإن من أهم عوامل والمؤثرات على مناعة الإنسان هي 1- الضغط النفسي، 2- الصيام، 3- البيئة الصحية، 4- التغذية السليمة. وتشتمل التغذية على ترك كل طعام يضر المناعة ويضعفها، والحرص على تناول الغذاء الذي يرفع من المناعة ويقويها. وهنا لا بد من التنويه أن المناعة القوية الصحية تعني الجسم القوي الصحي ككتلة متكاملة. إن التغذية السليمة والصحية تشتمل على 1- المغذيات الكبيرة، وتتضمن الكربوهيدرات والبروتينات والدهون. 2- المغذيات الدقيقة، المكملات الغذائية، وتتضمن الفيتامينات والعناصر أو المعادن، الأحماض الأمينية والأحماض الدهنية والألياف. واليوم سنتحدث بصورة مفصلة عن فيتامين سي وأهميته للمناعة. يمكن تعريف فيتامين سي على أنه فيتامين موجود في مختلف الأطعمة، وهو عنصر غذائي أساسي يشارك في إصلاح الأنسجة والإنتاج الإنزيمي لبعض الناقلات العصبية، وهو ضروري لعمل العديد من الإنزيمات، ومهم لوظيفة جهاز المناعة، كما أنه يعمل كمضاد للأكسدة. وعلى الرغم من الخلافات الموجودة بين العلماء عن تأثير فيتامين سي على مختلف النشاطات الحيوية للجسم، إلا أنهم متفقون جميعاً أن لفيتامين سي دوراً مهماً في مناعة الجسم، وهو منشط للجهاز المناعي، وله دور مهم في تقويته، وخاصة المضادات الحيوية وكريات الدم البيضاء نوع T ونوع B. وتنشيط مركب الانترفيرون، وهو مركب مناعي مهم جداً. لقد كان مشهوراً بين العلماء أن نقص فيتامين سي يسبب مرض الإسقربوط، ولكن الثابت أن مرض الإسقربوط هو حالة مرضية للنقصان الشديد جداً من فيتامين سي. إن المتوفر في الأسواق والذي يباع على أنه فيتامين سي هو في الواقع حامض الإسكوربيك إسكوربيك أسيد، ولكن في الواقع أن حامض الإسكوربيك هو جزء من فيتامين سي. أما معقد فيتامين سي الطبيعي فيتكون من معقد فيتامين سي أسكوربيجان بايوفلافونويد كومبلكس. وظيفته أن هذا الجزء المسؤول عن نشاطات حيوية كثيرة ومهمة. تايروسينيز، وظيفته منشط لكريات الدم البيضاء. بي فاكتورز، وظيفته تقوية القصبات والكولاجين. كي فاكتورز، له دور في عملية التخثر. جي فاكتورز، وظيفته ينشط عملية حمل الأكسجين. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: ماذا عن حامض السكوربيك؟ ولماذا يتواجد في الأسواق على أنه فيتامين سي؟ والجواب هو أن حامض السكوربيك هو المركب الذي يمكن تحضيره ويمكن حفظه وتسويقه، كما يعتبر صناعياً مادة حافظة تضاف للمواد المعلبة من أجل المحافظة عليها من الأكسدة. لذلك نعيد التأكيد على أن حامض السكوربيك هو جزء من فيتامين سي وليس فيتامين سي. وعليه فإن استخدام حامض السكوربيك وبكميات كبيرة قد يعطي نتائج عكسية، وهذا ما يجعلنا ننصح بأخذ حاجاتنا من فيتامين سي المتكامل من الطعام. والسؤال هو: أي طعام يحتوي على أعلى تركيز من فيتامين سي؟ يمكن تحصيل فيتامين سي المتكامل من الأطعمة التالية: 1- الملفوف المخمر، ويحتوي على 700 ميليغرام. 2- الجوافة، وتحتوي على 228 ميليغرام. 3- الفلفل أحمر أو أصفر وأقل منه الأخضر، ويحتوي على 128 ميليغرام. 4-
الكيوي 93 ميلي جرام. 5. البروكولي 89 ميلي جرام. وأخيراً، فإن جميع الخضروات الطازجة تحوي فيتامين سي بنسب مختلفة. وقبل أن نختم هذا الجزء من فيتامين سي، نريد أن نطرح سؤالاً مهم، وهو ما هو سبب نقص فيتامين سي؟ والإجابة الواضحة هي نقص في التغذية الصحية، وهذا أمر طبيعي. ولكن يجب أن ننبه إلى أن زيادة الإنسولين في الجسم يسبب نقصاً في فيتامين سي. إذن ننصح بتقليل السكر قدر الإمكان حتى نحصل على أفضل تغذية ممكنة. شكراً لكم على المتابعة، ونرجو منكم الاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد، كما نرجو منك مشاركة الفيديو حتى يستفيد منه أكبر عدد من الناس. ونحيطكم علماً بأن قناة الشباب الدائم تقدم الاستشارات الطبية المجانية لجميع الحالات المرضية، لذلك يرجى التواصل مع القناة.